أول حاجة، أول مطالبين، إحنا لسنا مطالبون بأن نضع قدما على القمر كما يقول، إحنا مطالبون باش نقدم الخدمة. أول خدمة، أول مظاهر الخدمة هي النظافة. قبل ما نروح نتفلسف وندير أشياء وأشياء وأشياء وتقنيات والقواعد التسيير إلى غير ذلك، نبدأ بما هو بسيط وبما هو ظاهر العيان وبما هو مؤثر في العقل وفي القلب بالنسبة للمواطن، وهي النظافة. نظافة، نظافة الحافلة، طريقة ارتداء تاع الهندام تاع السائق ولا تاع المراقب ولا، هذه تبدأ الخدمة، تبدأ من هنا.